بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نداء إلى أبناء سوريا الكرام، إلى رفاق في القوى الجوية والدفاع الجوي، إلى أبناء طائفة الموحدين المسلمين الدروز، أيها الشعب السوري العظيم، يا من أبت نفوسكم للبقاء تحت نير الظلم والاستبداد، يا من سطرت بدماء أبنائكم الزكية أسمى قصائد الحرية والإباء، يا رفاقي في المهنة الشريفة نسور سوريا البواسل، يا من أقسمتم منذ بداية شموخكم في سماء سوريا العظيمة على الحفاظ على هذا البلد الحبيب وحمايته وحماية شعبه الآمن الشريف، ولم تقسموا يوما على قتل الأطفال والشيوخ والنساء من أجل نظام ظالم فاسد زائل لا محالة. أناشد فيكم ما تربين عليه من رفعة وشموخ وإنسانية ورحمة، أن تتذكروا أننا تدربنا لمقاتلة الأعداء ومواجهة من يحاول الاعتداء على بلدنا وشعبنا. تذكروا أنه ممنوع على الطيران المقاتل والمقاتل القاذف المرور فوق المدن الآهلة خشية على الأطفال والحوامل من الصوت المزعج. أقسم بالله كنت لا أصدق ما أرى وأسمع عندما رأيت المقاتلات القاذفة تقلع من المطارات قبيل الإفطار لتقصف المدن والقرى الآهلة وتقتل الأهالي. للمرة الأولى سمعت النساء يدعون على الطيار وليس له. إن كان ولابد فهناك أماكن كثيرة أحق بالقصف من أهلنا ومدننا لم نكلف على مدى 40 عاما بتذكرها وليس القصف عليها. عودوا إلى أخلاق وقيم وشهامة النسر السوري. تذكروا ما أقسمتم عليه، فدم الأبرياء سيحاسبكم في يوم لا ينفع فيه الندم. ابقوا على أيديكم طاهرة شريفة نظيفة من كل دنس، واعملوا على ما يرضي الله والشرفاء وليس ما يرضي النظام وقتلته. وأوجه رسالة خاصة إلى أخوتي أبناء طائفة الموحدين المسلمين الدروز، لكم وعليكم السلام والاطمئنان والأمان والاستقرار. أنتم وأسركم الكريمة أينما كنتم وتواجدتم، من جبل السماق في إدلب مرورا بإقليم البلان في جبل الشيخ وجرمانة وجبل العرب الأشم وانتهاء بقرى جولاننا الحبيب، من أخ مؤمن موحد يعرف ما له وما عليه، يدقق على كلامه ويخشى من حسابه، أمضى في سلاح الجو 42 عاما مخلصا لله وللوطن وللمبادئ التي يحملها، إلى أن كان ما كان ورأيت الوجه الآخر للحقيقة المرة. وأقول لكم إنما رأيت بأم عيني وما تعرضت له على مدى أكثر من شهرين لم أكن أتمنى أن أشاهده أو أن أسمع به، والله يشهد على ما أقول. من قصف بالحوامات وبطائرات التدريب والمقاتلات القاذفة والأسلحة الثقيلة للمواقع الآمنة التي تخلو من كل ثائر أو مخرب على حد زعم النظام، إنما هو قتل للأبرياء المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء، ذلك ما يندى له جبين الإنسانية. لقد شاهدت بأم عيني ما يقوم به النظام وزبانيته من جرائم ومجازر وقتل وتمثيل في أبناء هذا الوطن من مختلف الطوائف والملل دون تمييز، وافتعالا للفتن الطائفية والمذهبية التي لا وجود لها أساسا بين أبناء الوطن الواحد. تأكدت حينها من حقيقة ما كان يسميه النظام العصابات الإرهابية والتكفيريين ومرتزقة، بل هم شرفاء أبناء سوريا العظيمة مهد الحضارات والأديان من جميع الطوائف والمحافظات السورية ومن كافة شرائح المجتمع، جمعتهم كلمة الله والحق والوقوف ضد الظلم والطغيان وضد من انتهك حرمات هذا الوطن. فاسألوا من لا يعرف منكم عن موقعة ميفا أو خراب عرمان. أتوجه إليكم أهلي وعشيرتي أن لا تقفوا موقف المتفرج في مرحلة أحوج ما يكون فيها الوطن لرجاله الشرفاء، فأجدادكم العظماء بالتعاون مع أشراف الأمة هم من صنع التاريخ الناصع لسوريا ضد الحكم العثماني وضد المحتل الفرنسي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. لماذا هذه الحيادية؟ والحق أبلج وضاح
ومدن سورية تدمر وأهلها يقتلون ويشردون. متى كنا نصرة للظالم وشهادة زور؟ بدل أن نكون أصحاب كلمة حق عند سلطان جائر. أأمل من هذا الجيل أن لا يسجل لقطة سوداء في تاريخ هذه الطائفة الناصع، وأن لا يشعروا بالأمن والأمان وباقي محافظات القطر تدمر ظلما وبهتانا لمجرد أنها طالبت بالحق والعدل والحرية. فيا أهل النخوة والتوحيد والمروءة والكرامة، هبوا مستنكرين للظلم والإجرام، مؤيدين لإخوانكم الثوار، وليسمع صوتكم من درعا إلى حلب، ولتكشف النقاب عن الوجه المشرق لهذه الطائفة. وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لإسرانا ومعتقلين الأبطال، والله ولي التوفيق.